عليكم. زيكم عاملين ايه؟ احلى متابعين يا احلى ناس. النهارده هنبدأ مع بعض، هنعمل صينيه فراخ بالكاري وهنعمل بسله، طبقين بسله، ويلا بينا نعمل مع بعض. نعمل البصل اهو نضرب في الكبده، والطماطم انا فرمتها، كده ضربنا البصل قلنا بقى البسله، بقى هعمل بيض فراخ وهعمل بيض بسله. وده توم مع البصل، شوية زيت، يعني مش هنكتر طبعاً، بس جوا حر وأكل الخضار المقش دايماً يعني مطلوب في الصيف. عامةً يعني مش مكترة، طبقين بس. هشيل مية تاني ازود كده بقى في سنة اللي انتوا كنتوا بتنزلها. على فكرة انا ضربة مع الطماطم، عندي طنجر عينيه فضربت حتة مكعب كده صغير، خلي الاكل حلو ومنه هو صحي. بس عليه كمون، برضو فلفل اسمر، معلقتين سكر صغيرين البسله، الانواع من السكر يعني فيها اساس، خلاها طعمها جميل، تساعدها على السوء، والملح طبعا الاخر بقى. سيبها بقى مع بعض مع نفسها بقى تستوي، شرحها بس كده من الجنب عشان تشرب التوابل بتاعتها وتخليها حلوه. دي بتبقى جميله او كيلو دبابيس، عندي الولاد بيحبوها قوي. احطها بقى على برضو تاخد تشويحه كده على النار قبل البصله ما احطها عليها والتوابل بتاعتها. معاك خد لها تشويحه بس كده، حط عليها نص معلقه كمون، يعني ما تبقاش في زفارة ولا في اي حاجة، انا غسلها كده كده، غسلها بالصابون والملح والدقيق، فما في زفارة، بس كمان للتأكد. عشان اجي احطها يكون سخن بقى حلو. حطوا برده ثومه، حطيت ثومه مع البصل برده، البصله مع سكر، احط جنبها برده نص معلقه سكر، تساعدها على السوا بتخلي الطعم حلو.
ملح برضو نص معلقة، شطة برضو نص معلقة، هزود برضو شوية توابل، نص معلقة فلفل برضو. كمون برضو نص معلقة صغيرة، ورق لور برضو أخضر، برضو الكركم معلقة، برضو معلقة معلقة نعناع، كزبرة ناشفة معلقة صغيرة، وزعتر نص معلقة برضو، قرفة مطحونة نص معلقة، قلب ده كله في بعضه كده. هحط لها معلقتين زيت برضو، معلقتين بس مش كتير. وهحط لها كوباية مية بقى تغليها وادخلها الفرن واغطيها بقى بالورق. كوباية مية بس مغلية، ادخل الفرن ده. انا مولعه الفرن على عيني بقى يجري، هنكمل معاكم بقى مفيش نص ساعة واطلعها. وغطيتها اهو، سيبها بتغلي هتستوي بقى. معايا بقى نكمل نغسل بقى الخلاط والحاجة والكبة مطرح نستهلكها الحاجات دي. ايه رأيكم في الحر اللي احنا فيه ده؟ لا تكييف نافع ولا حاجة نافعة، الدنيا نار. يا ترى عندكم كده الجو حر؟ على الاكل نشوفوا ايه اخباره. كده هتسيبها
الفراخ اهي بعد ما خرجت من الفرن، حطها من الفرن خلاص اهي، ودي البسله استوت اهي تحفه. فراخ بالكاري جميله، اتفضلوا بقى معانا الف هنا. وده البسله ومعاه رز ابيض. باي.